وسهلا فيكم أصدقائنا من وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة من برنامجكم رينبو. بحب خبركم أنه نحن رجعنا للموعد اللي تعودتوا عليه دائما، ورجعنا نطلع عليكم على الساعة 5 بعد ما خلص مهرجان الفجيرة الدولي للفنون اللي كان كتير مميز وكتير حضرنا فيه حفلات مميزة. أما هلأ أصدقائي لازم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوا معنا كرمال تربحوا الهدية اللي هي عبارة عن باور سكوتر. تشاركوا تربحوا على الأرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة. ريمبو عم بيقول لي يلا خلينا نبلش، صار لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب، ريمبو وقف عند اللون البنفسجي. يا سلام هاللون شو حلو ومميز، وأكيد رح يحمل معه سؤال كتير حلو ومميز. سؤالنا بيقول: موسيقار ألماني كان ملحناً وعازف بيانو وكمان، ويعتبر من أعظم عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثرهم تأثيراً، له فضل كبير في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفاته 9 سيمفونيات، وانتهت حياته بالصم. السؤال بيقول: من هو الموسيقار الألماني الشهير بالسيمفونيات 9 وأصيب بالصم؟ أصدقائي لازم يكون عندنا ثقافة موسيقية ونعرف هالمعلومات. أصدقائي كتفوا اتصالاتكم وحكوني كرمال نعرف. رح أعد لكم المعلومة يا أصدقائي: من هو الموسيقار الألماني الشهير بالسيمفونيات 9 والذي أصيب بالصم؟ أصدقائي يلا ريمبو عم يسألني وينكن؟ أصدقائي رح أعد لكم المعلومة اللي بتقول: موسيقار ألماني كان ملحناً وعازف بيانو وكمان، ويعتبر من أعظم عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثرهم تأثيراً، له فضل كبير في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفاته على 9 سيمفونيات، وقد انتهت حياته بالصم. أصدقائي وينكن؟ ريمبو عم بيقول لي وينهم أصدقائك؟ أنا هالمرة رح فوز. أصدقائي معنا اتصال ومنقول ألو؟ ألو؟ ألو مرحبا. مرحبا، مين معي؟ محمد. أهلا وسهلا فيك صديقنا محمد، أنت عم تحكينا من السعودية صح؟ صح. أهلا وسهلا فيك يا محمد، خبرني عرفت الجواب؟ نعم. شو؟ بيتهوفن. عرفت لحالك ولا حدا ساعدك؟ حدا ساعدني. مين ساعدك؟ ماما. وجه لنا تحية كتير كبيرة للماما، رح ناخد إجابتك يا محمد ويا رب تكون صح وتربح معنا، شكرا إلك. رح ناخد اتصال ثاني ونقول ألو. ألو. مرحبا. مرحبا، مين معي؟ حورية محمد شتا. يا أهلا وسهلا فيك يا حورية، عطيني حماس حورية. خبريني. يا سلام حورية، خبريني عرفتي شو الجواب؟ لوكفيش. مين؟ لوكفيش. طيب متأكدة؟ قليلي متأكدة حورية؟ حورية؟ بيتهوفن. في حدا عم يجرب يغششها لحورية أصلا أنا سامعة. شكراً لك يا حورية وشكراً لمشاركتك، يا رب تكون إجابتك صح. أخذت إجابتك. أما هلأ أصدقائي راح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. 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 للأسف انقطع الخط أصدقائي، اللي كان عم بيجرب يتصل فينا يرجع يجرب كمان مرة. ألو؟ ألو؟ مرحبا. أهلا. مين معي؟ أيمن. مين معي؟ للأسف انقطع الخط أصدقائي، اسمعوني من التليفون مو من التلفزيون. صديقنا اللي هلأ جرب يتصل فينا رجع جرب كمان مرة كرمال تشارك معنا. أصدقائي رح أعطيكم السؤال كمان مرة: من هو الموسيقار الألماني الشهير بالسيمفونيات 9 والذي أصيب بالصمم؟ أما هلأ رح أذكركم بالهدية اللي رح خليكم كلكم تتحمسوا وتشاركوا معنا. الهدية عبارة عن باور سكوتر. أصدقائي لازم كلكم تتحمسوا وتشاركوا. يلا يا أصدقائي السحب رح يكون على هالهدية. أصدقائي يلا شاركوا معنا، هالخميس رح يكون السحب على الباور سكوتر. السؤال هلأ بيقول: من هو الموسيقار الألماني الشهير بالسيمفونيات 9 وأصيب بالصمم؟
أصدقائي ريمبو عم يسألني عنكم، لا تخلوا ريمبو ياخذ الباور سكوتر أصدقائي. عم يتحداكم بالمعلومات أصدقائي، لازم يكون عنا ثقافة موسيقية ونقول لريمبو لا نحن بنعرف كل شيء. يلا يا أصدقائي وينكم؟ رح أعد لكم المعلومة كمان مرة. موسيقار ألماني كان ملحناً وعازف بيانو وكمان، ويعتبر من أعظم عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثرهم تأثيراً. له فضل كبير في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفاته على 9 سيمفونيات، وقد انتهت حياته بالصمم. يعني يا أصدقائي شوفوا هالعبقري اللي كان عنده صمم، لكن مع هيك هذا الشيء ما وقفه أنه يكون مبدع عبر التاريخ. هلأ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا. أهلين، مين معي؟ لنار. لنار لمار، أهلا وسهلا فيك يا لمار، شو هالاسم الحلو؟ لنار. لمار ولا لنار؟ جل نار. لا جل نار، أهلا وسهلا فيك يا جل نار، شو هالاسم الحلو؟ خبريني جل نار منين عم تحكي؟ جل نار، للأسف جل نار انقطع معنا الخط، رجعي حاولي كمان مرة اتصلي فينا. يلا يلا ما ضل معنا وقت، رح يخلص وقت هذا السؤال يا أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم للسؤال اللي بيقول من هو الموسيقار الألماني الشهير بالسيمفونيات التسعة والذي أصيب بالصمم؟ أصدقائي كتبوا اتصالاتكم وشاركوا معنا لتربحوا الباور سكوتر. رح ناخذ هالاتصال ونقول ألو. ألو. ألو، مرحبا. أهلين، مين؟ جلنا. أهلا وسهلا فيك يا جلنا من جديد، خبريني شو جوابك؟ روبن. تأكدي شوي، بس كم حرف؟ جلنار وينك؟ هون. اوكي عديلي الإجابة صح. روبن صح؟ يعني شوي، كم حرف بس غلط، بس رح اخذ اجابتك يا جلنار وان شاء الله تكون صح. للاسف اصدقائي بلش يخلص وقت هالسؤال، خلص وقت السؤال اصدقائي اللي كان بيقول من هو الموسيقار الالماني الشهير بالسيمفونيات التسعة واصيب بالصمم؟ لودفيج فان بيتهوفن يا اصدقائي. شكرا لكل اللي شاركوا معنا، أما هلأ صار لازم نرجع نتحدى ريمبو من جديد ونقول له ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو وقف عند اللون الأزرق، واللون الأزرق بقلنا تعتبر أكثر المناطق برودة في العالم، ويتميز بظروف مناخية قاسية للغاية، حيث تصل درجات الحرارة فيه إلى 89 درجة مئوية تحت الصفر، ويقع في المنطقة الجنوبية من الكرة الأرضية. أكثر أيام دفء في السنة في هذه المنطقة هي من شهر نوفمبر لشهر فبراير، ويعتبر هذا التوقيت الربيع والصيف، حيث ترتفع درجة الهواء إلى الصفر. السؤال بيقول يا أصدقائي ما اسم المنطقة الأبرد في العالم وتقع في أقصى جنوب الكرة الأرضية؟ أصدقائي هذا السؤال كتير سهل، أصدقائي كثفوا اتصالاتكم وشاركوا معنا لحتى نعرف شو هي أبرد منطقة بالعالم والموجودة بالجزء الجنوبي من الكرة الأرضية. يلا يا أصدقائي رح ناخذ هالاتصال ونقول ألو. ألو 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 أصدقائي، ألو 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 يا أصدقائي وينكم؟ ريمبو عم يسألني عنكم كتير اليوم. رح أعد لكم المعلومة اللي بتقول يعتبر أكثر المناطق برودة في العالم، ويتميز بظروف مناخية قاسية للغاية، حيث تصل درجة الحرارة فيه إلى 89 درجة تحت الصفر، ويقع في المنطقة القصوى الجنوبية من الكرة الأرضية. أكثر الأيام دفء بهالمكان من شهر نوفمبر لشهر فبراير، وبيعتبر هذا التوقيت هو الربيع والصيف، حيث ترتفع درجة الهواء فيه للصفر. أصدقائي شو هي أبرد منطقة بالعالم وموجودة بالقسم الجنوبي من الكرة الأرضية؟ لازم كلنا نكون منعرف. يلا يا أصدقائي وينكم؟ رح ناخذ هالاتصال ونقول ألو. ألو ألو، مرحبا. أهلين، مين معي؟
نور. اهلا وسهلا فيك يا نور. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا من اماره عجمان. خبريني نور كم عمرك؟ 13. العمر كله يا رب. 13 يعني لازم تكوني بتعرفي هالسؤال ولحالك بدون مساعد حدا صح؟ ايه اكيد اكيد. طيب خبريني شو الجواب؟ القطب الجنوبي. شكرا لك يا نور، رح ناخذ اجابتك ويا رب تكون صح. يلا يا اصدقائي كثفوا اتصالاتكم واعطوني حماس كثير. معنا اتصال ونقول الو. الو. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ حورية محمد شتات الأميرة. أهلا وسهلا فيك يا حورية. خبريني حورية عرفتي شو الجواب؟ حورية؟ القطبية الجنوبية. شكرا لك يا حورية وشكرا لحماسك اللي دايما بتعطينا اياه للبرنامج. خليكي معنا لتعرفي اذا جوابك صح او غلط. هلا رح عدلكم اصدقائي السؤال ورجعوا شاركوا معنا وكتبوا اتصالاتكم لتربحوا. السؤال بيقول ما اسم المنطقة الابرد في العالم وتقع في اقصى جنوب الكرة الارضية؟ يلا يا اصدقائي شاركوا معنا لتربحوا الباور سكوتر واعطوني كثير حماس لانه ريمبو اليوم كثير عم يسالني عنكم عم بيقول لي وين رفقاتك؟ ما حدا عم يحكي معنا. يلا يا اصدقائي كتفوا اتصالاتكم على الارقام الموجوده قدامكم، رح ناخذ هالاتصال ونقول الو. الو. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ محمد. اهلا وسهلا فيك صديقنا محمد، اللي عرفت شو الجواب؟ نعم. شو؟ في الجنوب. القطب الجنوبي. شكرا يا محمد، رح ناخذ جوابك وان شاء الله يا رب يكون صح وتربح معنا. شكرا لاتصالك. يلا يا اصدقائي كثفوا اتصالاتكم معنا. اصدقائي وينكم؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو. القطب الجنوبي. مين معي؟ طيب مين معي؟ حمودي. اللي مين معي؟ محمد. اهلا وسهلا فيك يا محمد، منين عم تحكينا؟ القطب الجنوبي. اوكي اوكي، اللي بالاول منين عم تحكينا؟ محمد منين عم تحكينا؟ من وين؟ دبي. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا بدبي. اللي قد ايه عمرك؟ بتعرفي وين مطعم البيتزا؟ بعرف وين مطعم البيتزا. طب خبرني كم عمرك؟ ثلاث. أربعة. أربع سنين، يعني تعزمني على البيتزا نجي نعمل لك زيارة؟ محمد؟ خلص هرب من العزيمة، قالنا الإجابة وهرب من العزيمة، شكراً لك يا محمد، شكراً لاتصالك، هلا رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ محمد الأمين من الفجيرة. أهلا وسهلا فيك صديقنا محمد، اللي عرفت شو الجواب؟ القطب الجنوبي. شكرا لك، شكرا لاتصالك، يا رب تكون اجابتك صح. يلا اصدقائي كتبوا اتصالاتكم وشاركوا مثل اصدقائنا لحتى تربحوا معنا. رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو. اصدقائي سؤالنا بيقول ما اسم المنطقة الابرد في العالم وتقع في اقصى جنوب الكرة الارضية؟ يا اصدقائي اتصال جديد منقول الو. الو. مرحبا. كيفك؟ منيحة، انت كيفك؟ كيفك؟ صديقتي اسمعيلي من التليفون مو من التلفزيون، قولي لي شو اسمك؟ سارة شعيب. سارة؟ اهلا وسهلا فيك يا سارة، منين عم تحكينا؟ دبي. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا من إمارة دبي. خبريني كم عمرك؟ 8 سنوات. العمر كله يا رب، يعني انت بالمدرسه يا ساره، بتحبي المدرسه ولا مش كثير؟ بتحبي البيتزا اكثر؟ ها؟ بتحبي البيتزا اكثر؟ هي احب البيتزا اكثر. طيب يا ساره خبريني عرفتي شو الجواب؟ هي القطب الجنوبي. شكرا لك يا ساره وشكرا لاتصالك، يا رب يكون جوابك صح. هلا رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ زايد الأمين من الفجيرة. أهلا وسهلا فيك صديقنا زايد، خبرني عرفت الجواب؟ القطب الجنوبي. شكرا لك يا زايد، شكرا لاتصالك، يا رب يكون جوابك صح. يلا أصدقائي آخر اتصال، ما بقى في وقت لهذا السؤال. ألو؟ أصدقائي؟ ألو؟ ألو ألو؟ أصدقائي وينكم؟ للأسف أصدقائي رح يخلص وقت هذا السؤال.
خلص الوقت للأسف أصدقائي. شكراً لكل اللي شاركوا معنا. راح يكون السؤال اللي بيقول ما اسم المنطقة الأبرد في العالم وتقع في أقصى جنوب الكرة الأرضية، والجواب بيقول القطب الجنوبي. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا أصدقائي، جوابكم صح. أما هلأ ما تروحوا بعيد، راح نطلع بريك صغير ونرجع لكم. أهلا وسهلا فيكم من جديد أصدقائي، لنكمل المسابقة لليوم. بدي أرجع أذكركم أنه إحنا رح نطلع عليكم كل أحد وثلاثة وخميس على الساعة 5. أصدقائي بدي كتير من الحماس، كتفوا اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أمامكم كرمال تربحوا معنا الباور سكوتر. شكراً يا أصدقائي لكل اللي عم بجربوا يتصلوا فينا، لكن ما عم يحالفوا الحظ، ضلكم جربوا دائماً وفكروا لتعرفوا شو أجوبة هالمعلومات القيمة اللي عم خبركم إياها. هلأ صار لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب يا ريمبو، وقف ريمبو عند اللون البرتقالي، لون مشع. خلينا نشوف شو مخبي وراء لون البرتقالي. بيقول حديقة تقع في الفجيرة وتحوي مياه معدنية للاستشفاء، والتي تعالج العديد من أمراض الروماتيزم والبرد، وفيها بركة خاصة للنساء وأخرى للرجال. تقام في العطلات العامة على مسرح الحديقة مهرجانات لمختلف العروض الشعبية والفلكلورية. السؤال بيقول ما اسم الحديقة التي تقع في الفجيرة وتحوي مياه معدنية للاستشفاء؟ يلا يا أصدقائي رح ناخد اتصال ونقول ألو. لا ألو. ألو مرحبا. أهلين، مين معي؟ جلنار. أهلا وسهلا فيك يا جلنار، خبريني عرفت شو الجواب؟ إيه. طيب أنت وين بالأول؟ أنت بالفجيرة موجودة؟ لا. وين؟ بالبيت. بأي إمارة طيب؟ عجمان. أهلا وسهلا فيك وبكل أصدقائنا بإمارة عجمان. طيب جلنار خبريني عرفت شو الجواب؟ إيه. شو؟ حديقة العين مطنب. شو؟ حديقة العين مطنب. حديقة عين مضب قصدك صح؟ ايه صح. طيب جيتي عليها شي مرة ولا لا؟ لا بس بتعرفيها. طيب يا جلنار شكرا كثير لك، رح تعرفي اذا اجابتك صحيحة او لا، كملي معنا هذا السؤال. اما هلا اصدقائي كثفوا اتصالاتكم، وخصوصا اصدقائنا بالفجيرة لازم تكونوا بتعرفوا كمان متأكدين من الجواب. اصدقائي كثفوا اتصالاتكم، خلينا ناخذ هالاتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ الحمد لله. معك بشوق حبيبتي. حبيبتي كيفك انت؟ الله يبارك صديقة البرنامج. دائما ان شاء الله. اخباركم؟ حبيبتي الحمد لله بألف خير. الجواب الله يسلمك نفس ما قالت الطفلة، بس هو عين مضب مش على العين. عين مضب صحيح اكيد. هي بعد مياه كبريتية وانها حلوة، يعني اللي متحسسين عندهم حساسية وما ادري شوها لازم يصير يرجع لها. بتساعد على الاستشفاء من كثير من الامراض. شكرا لك صديقتنا، رح ناخذ اجابتك يا رب تكون صح. اما هلا اصدقائي كمان كتفوا اتصالاتكم معنا، رح ناخذ كمان اتصال جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ محمد الامين من الفجيره. اهلا وسهلا فيك صديقنا محمد، انت من الفجيره لازم تكون تعرف الجواب ومتاكد منه. اكيد حديقه عين مضب. شكرا لك يا محمد، رح ناخذ اجابتك يا رب تكون صح. يلا اصدقائي كتفوا اتصالاتكم، رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو. اهلا اهلا، مين معي؟ حريم حمشة الأميرة. اصلا بعرف انت الوحيده اللي تعطيني هذا الحماس. قولي لي حوري عرفتي شو الجواب؟ حديقة عين مضب. يا سلام عليكي. طيب يا حورية شكرا لاتصالك، يا رب يكون جوابك صح وتربحي معنا. اصدقائي كثفوا اتصالاتكم واعطوني نفس الحماس اللي تعطيني يا حورية. رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو مرحبا، مين معي؟ علي. اهلا وسهلا فيك يا علي، خبرنا منين عم تحكينا؟ خورفكان. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا بخورفكان. يلا قرب علينا، اللي بتعرف شو الجواب؟ ايه بالضبط. جيت عليا من قبل ولا لا؟ زرت الحديقة علي؟ ايه. انت ومين؟ انت واهلك؟ ايه. طيب شكرا لك يا علي، رح ناخذ اجابتك ويا رب تكون صح. اصدقائي كثفوا اتصالاتكم معنا لتربحوا الباور سكوتر. يلا يا اصدقائي
ريمبو عم يتحدانا يا أصدقائي. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد صالح. أهلا وسهلا فيك يا محمد، مين عم تحكينا؟ الفجيرة. أهلا وسهلا فيك وبكل أصدقائنا بمارة الفجيرة. قلي محمد، عرفت شو الجواب؟ نعم. شو؟ حديقة عين مضب. متأكد؟ إيه. طب خبرني، رحت عليها من قبل؟ لا. إيه. ايه ولا لا؟ ايه. طيب يا محمد، شكرا لك، شكرا لمشاركتك معنا، يا رب يكون جوابك صح. رح ناخذ اتصال كمان ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ مين معي؟ امنة. اهلا وسهلا فيك يا امنة، منين عم تحكينا؟ امنة. شو الجواب؟ ابن بطوطة. أمنا من وين عم تحكينا؟ خبريني بالأول. من فكان. أهلا وسهلا فيكم كل أصدقائنا في فكان. قد إيه عمرك أمنا؟ أنا مطمئنة. أمنا قد إيه عمرك؟ قد إيه عمرك؟ ستة. يا سلام، العمر كله يا رب. عرفت شو الجواب؟ أنا مطمئنة. يا سلام، حدا ساعدك صح؟ لا. طيب يا أمنا، رح ناخذ إجابتك، يا رب تكون صح، شكرا كثير إلك. كمان معنا آخر اتصال، بنقول ألو أصدقائي. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ خالد. أهلا وسهلا فيك يا خالد، مين عم تحكينا؟ الفجيرة. أهلا وسهلا فيك بكل أصدقائنا بمارة الفجيرة، خبرني خالد، عرفت شو الجواب؟ حدث عين مضب. شكرا لك يا خالد، رح ناخذ إجابتك، يا رب تكون صح. أما هلأ أصدقائي، للأسف خلص وقت هذا السؤال اللي كان بيقول: ما اسم الحديقة التي تقع في الفجيرة وتحوي مياه معدنية للاستشفاء؟ والجواب صح يا أصدقائي، حديقة عين مضب. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا وطلعت إجابات صح. أما هلأ ريمبو مستعد ليخبرنا معلومة جديدة، ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. يا سلام، ريمبو وقف عند أكثر لون أنا بحبه، لون الأخضر اللي بيقول هو دقيق يستخرج من شجرة النخيل الهندي ويستعمل كمادة نشوية لتكثيف السوائل. يتميز بلونه الشفاف الصافي ويعود أصله كما الكثير من الحلويات الخليجية إلى المطبخ الهندي. السؤال يا أصدقائي بيقول: ما اسم الدقيق الذي يستخرج من شجرة النخيل الهندي ويستعمل كحلويات في الإمارات؟ يلا يا أصدقائي كتفوا اتصالاتكم، رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ محمد. أهلا وسهلا فيك صديقنا محمد، خبرني عرفت الجواب؟ نعم. شو؟ تاكو. شكرا لك يا محمد، شكرا لمشاركتك، يا رب يكون جوابك صح. انتوا كمان اصدقائي شاركوا مثل محمد وخبروني اجوبتكم. رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. 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 اصدقائي رح ارجع عيد عليكم السؤال: ما اسم الدقيق الذي يستخرج من شجرة النخيل الهندي ويستعمل كحلويات في الامارات؟ يلا يا أصدقائي شاركوا معي لتربحوا الباور سكوتر، ما رح خلي ريمبو ياخده، أنتوا رح تاخدوه. يلا يا أصدقائي وينكن؟ أصدقائي رح أرجع أكرر عليكم معلومتنا اللي خبالنا إياها اللون الأخضر، اللي كانت بتقول هو دقيق يستخرج من شجرة النخيل الهندي ويستعمل كمادة نشوية لتكثيف السوائل. يتميز بلونه الشفاف الصافي ويعود أصله كما الكثير من الحلويات الخليجية إلى المطبخ الهندي. والسؤال بيقول: ما اسم الدقيق الذي يستخرج من شجرة النخيل الهندي ويستعمل كحلويات في الإمارات؟ يلا يا أصدقائي وينكم؟ بس صديقنا محمد اللي شارك معنا بهذا السؤال. رح ناخذ هالاتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا. مرحبتين. مين معي؟ خالد. أهلا وسهلا فيك صديقنا خالد، خبرني عرفت الجواب؟ ساكو. شكرا لك يا خالد، شكرا لمشاركتك معنا، يا رب تكون إجابتك صح. أخذت إجابتك ساكو. أصدقائي أنتوا كمان كتبوا اتصالاتكم وشاركوا معنا يا أصدقائي وينكم؟ اتصال جديد ومنقول ألو.
الو مرحبا. مرحبا. يلا مين معي؟ حريم حركت الأميرة. طبعا معي حورية. خبريني حورية، عرفتي شو الجواب؟ شو؟ الساكو. يا سلام عليك، عرفتي لحالك ولا حدا ساعدك حورية؟ حدا ساعدني. مين ساعدك؟ ماما. الله يخلي لك الماما ووجهي لك تحية كتير كبيرة، وإلا شكرا للماما. رح ناخد إجابتك. أنتوا كمان أصدقائي شاركوا معنا مثل حورية ومحمد وخالد. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سارة. أهلا وسهلا فيك يا سارة، خبريني عرفت شو الجواب؟ إيه. شو؟ الساقة. شو؟ الساقة. ساكو. شكرا لك يا سارة، شكرا لإجابتك يا رب تكون صح. يلا يا أصدقائي كثفوا اتصالاتكم وشاركوا معنا كمان اتصالوا ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ محمود عبد الله الزعابي. أهلا وسهلا فيك يا محمود، منين عم تحكينا؟ حمود. حمود ولا محمود؟ حمود. اللي منين عم تحكينا؟ كلبة. منين عم تحكينا؟ كلبة. أهلا وسهلا فيك وبكل أصدقائنا اللي بكلبة. اللي عرفت شو الجواب؟ كلبة. عرفت شو الجواب؟ شاقو. يا سلام عليك، رح أخذ إجابتك يا رب تكون صح. شكرا لاتصالك. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ محمد صالح. أهلا وسهلا فيك يا محمد، منين عم تحكينا محمد؟ فجيرة. أهلا وسهلا فيك بكل أصدقائنا مارك الفجيرة. محمد صديقنا خبرني، عرفت شو الجواب؟ ساكو. يا سلام عليك وعلى حماسك، رح ناخذ إجابتك يا رب تكون صح وشكرا لاتصالك. يلا يا أصدقائي كمان اتصال ومنقول ألو. 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 للأسف أصدقائي انقطع الخط، صديقنا اللي كنت عم تحاول كمان حاول أكثر. ألو، اتصال جديد. ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ وديمة. مين معي؟ وديمة. أهلا وسهلا فيك صديقتنا وديمة، خبريني عرفت شو الجواب؟ صديقتي؟ ساكو. شو الجواب؟ ساكو. متأكدة؟ متأكدة يا صديقتي؟ نعم. نعم، يا سلام عليك، رح أخذ إجابتك يا رب تكون صح. أما هلأ أصدقائي كمان اتصالوا منقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ زايد الأمين من الفجيرة. أهلا وسهلا فيك صديقنا زايد، خبرني عرفت شو الجواب؟ الساقو. شكرا لك يا زايد، شكرا لمشاركتك معنا. أصدقائي كتفوا اتصالاتكم وشاركوا معنا أكثر وأكثر وأكثر. يا أصدقائي للأسف خلص وقت هذا السؤال اللي كان بيقول ما اسم الدقيق الذي يستخرج من شجرة النخيل الهندي ويستعمل كحلويات في الإمارات. إجابة ريمبو كانت حلويات الساقو. ألف مبروك لكل أصدقائنا اللي شاركوا معنا بهذا السؤال. هلأ أصدقائي رح نطلع بريك قصير ونرجع لكم. أهلا وسهلا فيكم من جديد أصدقائي، لنكمل معلوماتنا ومسابقاتنا. أصدقائي ريمبو عم يتحدانا بكتير من المعلومات القيمة والمميزة. هلأ صار لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. يا سلام ريمبو، رجع وقف عند اللون الأخضر، حاببني كتير ريمبو اليوم. اللون الأخضر بيقول أشعة كهرومغناطيسية يصدرها جهاز إشعاعي خاص يتم استخدامها للكشف عن الأسنان والعظام وكسورها، وكذلك الكشف عن الأورام في الجسم بدقة عالية، حيث تستطيع هذه الأشعة اختراق الجلد ولكنها لا تستطيع اختراق العظام، لذلك تظهر صورة العظام بوضوح. أصدقائي السؤال بيقول ما اسم الأشعة الكهرومغناطيسية التي تستخدم للكشف عن مشاكل العظام؟ رح أعطيكم المعلومة من جديد يا أصدقائي. المعلومة بتقول أشعة كهرومغناطيسية يصدرها جهاز إشعاعي خاص يتم استخدامها للكشف عن الأسنان والعظام وكسورها، وكذلك الكشف عن الأورام في الجسم بدقة عالية، حيث تستطيع هذه الأشعة اختراق الجلد لكنها لا تستطيع اختراق العظام، لذلك
تظهر صورة العظام بوضوح. سؤالنا يا أصدقائي، ما اسم الأشعة الكهرومغناطيسية التي تستخدم للكشف عن مشاكل العظام؟ أصدقائي رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. ألو، مرحبا. أهلين. مين معي؟ هديل. أهلا وسهلا فيك هديل. قولي لي هديل، من عم تحكينا؟ الفجيرة. أهلا وسهلا فيك وبكل أصدقائنا بمارك الفجيرة. يا صديقتي يا هديل، عرفتي شو الجواب؟ الأشعة السينية. عرفتي لحالك ولا حدا ساعدك هديل؟ لحالي. لحالك، يا سلام عليك يا هديل. رح ناخذ اجابتك. هلا اصدقائي بناخذ اتصال جديد وبنقول الو. الو. الو، مرحبا. 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 مين معي؟ خلفان. اهلا وسهلا فيك صديقنا خلفان، كيفك؟ طيب الحمد لله يا رب، دوم بخير. ليه ما عم تتصل فينا من زمان يا خلفان؟ حتى ريمبو عم يسألني عنك. خلفان؟ ألو. طيب خلفان، اللي عرفت الجواب؟ أشعة سينية. طب لحالك؟ هي. يعني أنت متأكد ولا مو كتير؟ متأكد. متأكد. طيب دائما كن متأكد من إجاباتك يا خلفان. رح ناخذ إجابتك، يا رب تكون صح ولتعرف كمل معنا هذا السؤال. هلا اتصال جديد اصدقائي ومنقول الو. الو. مرحبا. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. حورية اكيد صح؟ صح. طب وين حماسك؟ يعني انا لو ما بعرف صوتك ما كنت عرفتك. حورية. ايه؟ موجود. قولي لها موجود. قولي لي مين عم بغششك حورية؟ ماما. سلمي لنا كثير 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 على الماما. خبريني عرفتي شو الجواب؟ شو؟ الأشعة الصينية. الأشعة الصينية. شكرا لك حورية وشكرا للماما. رح ناخذ إجابتكم، يا رب تطلع صح. اتصال جديد أصدقائي ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ طيب عيسى. مين؟ مين معي؟ صديقي للأسف شكله انقطع الخط، رجع كمان حاول بعد مرة وكتب اتصالاتك. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو. ألو يا أصدقائي، وينكم؟ تركتوني لحالي أنا وريمبو. أصدقائي رح أرجع عدلكم السؤال اللي بيقول ما اسم الأشعة الكهرومغناطيسية التي تستخدم للكشف عن مشاكل العظام. أصدقائي شفتوا كتير من رفقاتنا شاركوا معنا بهذا السؤال. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ محمد صالح. أهلا وسهلا فيك صديقنا محمد، خبرني عرفت شو الجواب؟ أشعة سينية. الأشعة السينية. شكرا لك يا محمد، شكرا لحماسك. رح ناخذ إجابتك ويا رب تطلع صح. كمان اتصال أصدقائي بنقول ألو. ألو. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ غزل. اهلا وسهلا فيك يا غزل، شو هالرواق كله؟ مين عم تحكينا؟ من الفجيرة. اهلا وسهلا فيك بكل اصدقائنا مارك الفجيرة. غزل انت صديقة البرنامج، انا اسفة نسيتك، نسيت رواقك. خبريني غزل، عرفتي الجواب؟ شو؟ الاشعة السينية. يا سلام عليكي، متأكدة؟ طيب شكرا لك يا غزل، شكرا لمشاركتك معنا، يا رب تكون اجابتك صح. رح نرجع نعيد السؤال كمان مرة، ما اسم الأشعة الكهرومغناطيسية التي تستخدم للكشف عن مشاكل العظام؟ رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ حمد الأمين من الفجيرة. أهلا وسهلا فيك يا حمد يا صديقنا، خبرني عرفت الجواب؟ أشعة إكس السينية. أشعة السينية صح؟ أيوة، أشعة إكس السينية. تمام، شكرا لك يا محمد، ان شاء الله يكون جوابك صح. اخذنا اجابتك. اصدقائي كثروا اتصالاتكم لتربحوا معنا الباور سكوتر. رح ناخذ اخر اتصال ونقول الو. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ عبد الله مصعب. اهلا وسهلا فيك صديقنا عبد الله من الفجيره، عم تحكينا، خبرني يا عبد الله عرفت الجواب؟ شكرا يا عبد الله، شكرا لمشاركتك. اخر اتصال الو. يلا الو.
ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ خليفة عيد سوادي. مين؟ خليفة. أهلا وسهلا فيك صديقنا خليفة، خبرني عرفت شو الجواب؟ إيه. شو؟ العشاء الصينية. شكرا خليفة، أخذت إجابتك بآخر الوقت. أصدقائي، هذا السؤال كان بيقول ما اسم الأشعة الكهرومغناطيسية التي تستخدم للكشف عن مشاكل العظام، والجواب بيقول أشعة سينية. ألف مبروك لكل أصدقائنا اللي شاركوا معنا بهذا السؤال. هلأ يا أصدقائي صار وقت لكم باي باي، وشوفونا نهار الخميس.